مهمة جدا، ولكن برضو عاوزين نعرف ايه اهم محور حضرتك شايفه من وجهة نظرك الاقتصادية في المؤتمر والله الاستثمار هو حضرتك المصري. طبعا احنا اهم زي يعني شايف، هو طبعا في محاور كتير وحضرتك ناقشتها، ولكن عاوزين المحور المنور في الموضوع. هو يعني هو في محاور ممكن يبقى المشاهد شايف انها مش هتجيب مش مهمة، فايدة. مش هتجيب. يعني مثلا عند حضرتك الاقتصاد الاخضر، تمام؟ النهارده يمكن احنا خلال الفترة اللي فاتت شفنا ارتفاع درجات الحرارة وتأثير القصة والتغيرات ديت، المتغيرات المناخية طبعا. المناخية. المتغيرات المناخية دي كان سببها مين؟ كان سببها الدول الصناعية الكبرى، مش العربيات وال مش ايوه، يعني يعني هو التصنيع. المواطن بيتخيل ان دي عوادم السيارات والقمامة اللي في النيل والحاجات دي، التأثير موضوع المناخي اكبر. 69% من التأثير المناخي من الدول الصناعية الكبرى، و3% من أفريقيا كلها، و21% من الباقي العالم. فعشان كده حتى المؤتمر اللي هو حضرتك تفضلتي واتكلمنا عنه قبل كده، مؤتمر المناخ، انه كانوا بيلزموا الدول الاوروبيه بدفع 100 مليار دولار سنويا عشان الاصلاح بتاع هذا الموضوع، لان ده هيتطلب تغيير ماكينات، هيتطلب تغيير استراتيجي للدول اللي هي اتظلمت في هذا الموضوع، اللي هي ملهاش اصلا مشكله في التغير المناخي. فده كان من ضمن المحاور اللي تم مناقشتها في ال طيب باشمهندس اسامه، عشان احنا وقتنا ضيق قوي، يعني عايزه اقف عند كلمه حضرتك قلتها، الا وهي ان احنا يبقى اقتصادنا مرن. ودي مش سهله عشان تعمل اقتصاد مرن في ظل احداث جيوسياسيه.